Hello everybody, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. Thank you very much for joining the session. السيشن دي عن الآيلتس مع اختبار تحديد مستوى في الآخر خالص. The duration of the session, السيشن مدتها محاضرة ساعة واحدة. ولكن لو أنت مهتم إن أنت تاخد هدايا بعد المحاضرة, please قول لي إن أنت مهتم بالهدايا. And at the same time, هنبعت لكم النهاردة رابط امتحان تحديد المستوى. Don't forget إن إحنا إن شاء الله we're starting, إحنا بنبدأ كل المحاضرات بتاعتنا المسجلة في خلال أسبوعين إن شاء الله نبدأ الكورس معانا. And I would like to welcome you, all of you guys. بحب أن أنا أرحب بيكم. معاكم الدكتور محمد خليل موسى, حاصل على الدكتوراه ودكتور في الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة, وكنت رئيس مؤتمر تطوير اللغة الإنجليزية في 2023. لي 5 كتب في الأسواق في تدريس الآيلتس, ولو حد عايز يتواصل معايا في أي وقت طبعا ده الإيميل أدرس. This is my email address. وعلى هذا الأساس اللهم لك الحمد والشكر, بعد 25 سنة في التدريس طلابي في الآيلتس ساعات بكتب لهم خطابات تزكية. ليه بساعدهم في خطابات التزكية؟ عشان أقدر إن أنا أتابع معاهم بعد كده المنح الدراسية. هدف الكورس بتاع الآيلتس, the purpose is 3 أهداف: يساعدك في المنح الدراسية إن شاء الله, يساعدك في الهجرة, and to improve your language in general. بسم الله الرحمن الرحيم. هل إحنا في إنجليفيجن؟ أنا الحمد لله إحنا عندنا منصة إلكترونية اسمها إنجليفيجن. هل انجليفيجن بتقدم ايلتس بس؟ لا. نمبر 1, انجليفيجن بتقدم ايلتس للمبتدئين قبل المتوسط, بري انترميديت, متوسط, and at the same time بنقدم كورس ادفانسد للمستوى المرتفع, وبنقدم الايلتس, بنقدم بي تي اي, بنقدم ديولينجو, بنقدم بي تي اي للهجره, بنقدم اختبارات سبيكينج ورايتنج وكونفرسيشن وكورسات الماني وفرنساوي. اي حد منكم ما سمعش عن انجليفيجن, فاحنا الحمد لله منصه الكترونيه بقالنا 6 سنين في الاسواق. وفي نفس الوقت I want to tell you something, النهارده لو انت عايز تبدا معايا وعايز تاخد امتحان تحديد المستوى من بدايه المحاضره وتعمل تحديد المستوى بعد المحاضره, بليز خد سكرين شوت من رقم التليفون ده وابعت له واتساب, او ما تبعت واتساب للمنسقه على طول يجي لك امتحان تحديد المستوى. ودلوقتي زمايل المنسقين هينزلوا رابط الواتساب الخاص بالمنسقه, اول ما تبعت للمنسقه على طول. Hello you guys, can you hear me? الصوت واضح يا شباب؟ اول ما تبعت للمنسقه يجي لك على طول امتحان تحديد مستوى. ولكن ما تنساش, هل امتحان تحديد المستوى عباره عن grammar و vocabulary? Do you think ان الامتحان بتاعنا مجرد grammar and vocabulary? No, الامتحان بتاعنا هيطلب منك writing, وهتبعت لي فويس نوت, وهشوف الجرامر بتاعك واشوف الفوكابلري بتاعك. So once again احنا عندنا امتحان تحديد المستوى زي ما موجود عندك, هو موجود اهو دلوقتي زمايلنا نزلوا رابط في الشات بوكس. امتحان تحديد المستوى هيشوف مستواك في السبيكينج, في الرايتنج, في الريدنج, هل انت مستواك في الجرامر اند فوكابلري. So once again, والنتيجه بتطلع بعد 3 ايام واقول لك مستواك ايه. هل مستواك مبتدئ قبل المتوسط, متوسط, ولا ايلتس؟ سؤال لحضراتكم, كم واحد منكم مستعد يتلقى الصراحه ويعرف مستواه الحقيقي؟ لو انت مستعد بالظبط تعمل امتحان تحديد مستوى ارفع ايدك بليز. I need to see how many of you guys are ready to start. Excellent, thank you very much. ولكن لو انت مستواك متوسط او فوق المتوسط, مستواك قوي في اللغه, ممكن تدخل كورس ايه؟ If you level, لو انت ما شاء الله تبارك الله مستواك قوي في اللغه, يعني مستواك سكور 6 من 9 في الايلتس, يعني انت مستواك ما شاء الله مرتفع في اللغه, يبقى انت ممكن تدخل معايا على طول كورس الايلتس. كورس الايلتس اللي بيأهل للشغل, بيحسن اللغه, المنح الدراسيه, الهجره. وعلى فكره يا جماعه, وانس اجين احنا هنبدا ان شاء الله يوم 10 مايو, اول محاضره لينا 10 مايو, وبنخلص يوم 26 جون. يعني الكورس 6 أسابيع زائد أسبوع مراجعة. بنتقابل مرتين في الأسبوع, الجمعة من الساعة 2 ل 5 والأربع من 8 ل 10 بعد صلاة المغرب. ده معناها إن إحنا هنعمل تحديد مستوى مجانا النهاردة ونشوف مستوانا قد إيه. ولو لقيت مستواك ما شاء الله upper intermediate, then you are eligible to join the IELTS course. اختبار الآيلتس مش بس كورس وماتيريال ومحاضرتين, لكن إحنا عندنا جروب واتساب, واتساب activities. حد منكم مهتم بانشطه الواتساب؟ هل تحب ندخلك في جروب واتساب نقعد نعمل لك اختبارات كل يوم, speaking, listening, reading, writing؟ لو انت عايز اسلوب حياه في اللغه, a kind of a lifestyle, زائد مهارات الايلتس, زائد voice notes, speaking, زائد material. وخلوا بالكم ان كل المحاضرات بتاعتنا مسجله ولا لا؟
المفاجأة ليكم في الصيف إن إحنا الحمد لله عاملين خدمات جديدة في الصيف. تعالوا مع بعض كده أقول لكم، لو أنت مستواك قوي في اللغة ومستواك ما شاء الله يس مستواك upper intermediate، بجد هتنبسط جدا من خدمات الصيف السنة دي. What are the services in the summer camp؟ Number one، حاضر يا شباب حاضر، النهارده ان شاء الله نعمل لكم تحديد مستوى مجانا وندخلكم على طول. ايه رايكم لو عملنا محاضره مع استشاري هجره مجانا؟ What do you think guys agree or disagree؟ ايه رايكم لو عملت لكم محاضره مع استشاري هجره ونشوف انت الملف بتاعك في الهجره ماشي ازاي؟ من خدمات الصيف ان انا اخليك تقابل استشاري منح دراسيه a scholarship consultant. ايه رايكم لو عملنا لكم speaking club؟ تبعت voice notes voice notes voice notes، وكمان هنقول لكم بالظبط في الفويس نوتس مستواك عامل ازاي to improve your fluency. طب ايه رايكم في خدمات الصيف ان احنا دخلنا خدمه جديده يا رب تعجبكم للناس اللي بتتوه في الواتساب، للناس اللي بتحب كل حاجه تبقى منظمه. تعالوا مع بعض كده اوريكم خدمه جديده a new service actually this year which is. ايه رايكم في خدمه ال LMS؟ ايه رايك لو عملت لك موقع ويب سايت والويب سايت دوت بيوريك كل اسابيع الكورس وكل اسبوع المحاضره المسجله والملفات المهمه. ايه رايكم في الخدمه ديت لو عملنا لك موقع خاص للطلبه بتوعنا بيوزر نيم وباسورد، والطالب يدخل على الموقع كل يوم ما شاء الله تبارك الله يشوف في ال LMS او Learning Management System ادي الاسبوع الاولاني في ايه، الاسبوع الثاني في ايه، فانت يبقى عندك ال LMS والال ام اس ده بينظم لك وقتك ويقول لك تذاكر ايه امتى. فبالشكل دوت ما شاء الله الخدمه دي هتبقى موجوده في الصيف كمان، وهي خدمه دي ال ام اس عشان تشوف المحاضرات مسجله. في خدمه جديده كمان لو انتوا عايزين، هل تحب اعمل لكم امتحان محاكاه للايلتس في اخر الكورس؟ ايه رايكم في الخدمه ديت لو انتوا عايزينها ارفع ايدك، ان انا في اخر كورس الصيف قبل النهايه وقبل ما ابدا مراجعه اعمل لك امتحان محاكاه او سيميوليشن to check your understanding of. هل عايز اشوف مستواي عامل ازاي؟ Did I improve or not؟ هل انا اتحسنت ولا ما اتحسنتش؟ هل انا كويس في listening, reading, writing and speaking؟ الامتحان المحاكاه مع محاضره مع استشاري هجره، استشاري منح دراسيه، speaking club, the LMS, these are all the services of the summer camp. اخر حاجه خالص، هل تحبوا excellent؟ Would you like to have a WhatsApp activities؟ هل تحبوا في الصيف نعمل حاجة اسمها واتساب جروب فور اكتيفيتيز؟ يعني ايه واتساب جروب فور اكتيفيتيز؟ نبعت لك بي بي سي الصبح، اوكي؟ اي وود لايك تو سند يو بي بي سي اوديو، ابعت لك بي بي سي الصبح، وبعد ما تسمع البي بي سي ابعت لك ارتكل تقراها، والارتكل اللي تقراها تكتب عنها، وبعد كده هو تبعت فويس نوت عن موضوع انا اديتهولك. ايه رايكم لو عملنا كل مهارات اللي موجوده كل يوم في الواتساب اكتيفيتيز؟ حتى لو انت في الشغل مفيش مشاكل، من 8 الصبح ل 10 بالليل لما تفضى تبعت لنا تسمع البي بي سي، تاخد الكلمات الجديده، تقرا مقال وتكتب عنه، تسمع اوديو وتتكلم عنه. Therefore لازم يبقى فيه انتجريشن. لو انت مهتم بخدمات الصيف في الايلز، انا بالنسبه لي هل تعتقد يا جماعه ان اللغه مجرد كورس؟ Do you think language is only a course؟ Hello. كل المفاجآت دي كلها داخل كورس الايلتس لو حضرتك دخلت معانا. ولكن السؤال ليكم، هل اللغه مجرد كورس احضره؟ Do you think language is only a kind of a course? No. Language is a lifestyle. يعني ايه lifestyle؟ يعني بمعنى اصح اللغه اسلوب حياه، ان انا حتى لو مش فاضي every day I listen, I read, write and speak. لازم امارس اللغه كل يوم على مدار شهرين، والشهرين دولت هم مدة الكورس. ولكن سؤال ليكم يا جماعة، لو انت مستواك اقل من مستوى كورس الايلتس نعمل ايه؟ What do you think guys؟ لو انت مستواك مستوى اقل من المتوسط، if your level is intermediate او pre-intermediate، ايه رأيكم النهاردة قبل ما اعمل لكم امتحان تحديد مستوى؟ عايز اديكم مفاجأة، لو انت مستواك كويس هتدخل الايلتس، if your level is not that good ومحتاج وقت اكتر ممكن تدخل كورس معانا اسمه Advanced Grammar and Vocabulary Course اللي بتديه الدكتور عزة. ايه الفرق ما بين الكورس بتاعي وكورس مس عزة؟ سيمبلي ان دكتورة عزة طبعا هي دكتورة جامعية ومعاها شهادات من الاي يو سي وبريتش كونسل، ولكن الكورس بتاعها مش بيركز على تريكس والتكنيكس بتاعت الايلز، ولكن الكورس بتاعها بيركز على اللغة. هل في حد منكم حاسس ان هو ممكن يكون محتاج وقت اطول قبل ما يدخل الايلز؟
How many of you guys, لو انت امين مع نفسك وعندك استعداد تعمل امتحان تحديد مستوى النهارده ولقيت ان مستواك اضعف شويه من الايلتس، فايه رايك ان انت why not تدخل مع دكتور عزه وهي مدرسه من مدرسين الانجل فيجن، وما شاء الله بتركز على الجرامر، على الفوكابلري، على السنتنس ستراكشر، على الكتابه الاكاديميه. therefore دكتور عزنا زميلتنا الفاضله عندها كورس الادفانس جرامر اند فوكابلري. ولو انت عايز تستزيد اكتر واكتر عندنا كمان اتفاقيه شراكه مع زميلتي العزيزه مسز اسماء ابراهيم ومؤسسه مسز اسماء، بتقدم الكورس برضو كل كورس بطريقه مختلفه ولكن نفس المخرجات التعليميه. لو انت مستواك النهارده في تحديد المستوى مستوى اقل من المتوسط، يو كان جوين مسز اسماء ابراهيم برضو في تحديد المستوى. شباب، هل في حد منكم عايز ياخد هديه محاضرتين مع الدكتوره عزه وميس اسماء؟ هل في حد منكم عايز يحضر محاضرتين مجانا يعرف اخطائه في تحديد المستوى؟ How many of you guys would like to attend? لو انت عندك استعداد تحضر النهارده please raise your hand if you would like to have two sessions. لو انت عندك استعداد الجمعه والسبت الجايين فاضي، اعمل لك محاضرتين، محاضره مع الدكتوره عزه ومحاضره مع مسز اسماء ابراهيم، والاثنين هيعرفوك اشهر الاخطاء اللي موجوده. لو انتم مصرين على الهديه دي 3 2 1 بسم الله. اتفضلوا يا جماعه، ممكن ناخد سكرين شوت؟ عايز كلكم تاخدوا سكرين شوت من الشكل دوت، محاضره مع الدكتوره عزه ومحاضره مع مسز اسماء ابراهيم. محاضره مسز اسماء هيبقى يوم الجمعه الجايه زي النهارده 3 مايو الساعه 2 الظهر، وعنوان المحاضره مسز اسماء هي ازاي تتجنب اشهر الاخطاء في الكتابه. وتاني يوم السبت الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره مع الدكتوره عزه الكتابه الاكاديميه واشهر اخطاء الكتابه في الايلتس والتوفل والبي تي اي والكلام ده كله. بليز لو انت مهتم احنا كده كده هنبعت لك اللينك للمحاضرتين تحضرهم السبت والجمعه الجايين ان شاء الله. ولكن سؤال لحضراتكم، كم واحد منكم عايز يبدا يجيب سكور 7 او 8؟ باي ذا واي جايز، كان اي اسك يو ايه هو السكور الحلم ليك؟ What is your dream score? Can someone tell me guys? Please raise your hand. كم واحد منكم يقول لي اختبار الايلتس من 9؟ اختبار الايلتس من 9، حضرتك ناوي تجيب سكور كام؟ ايه طموحاتك؟ 9 من 9، 8، 9.5 من 9، ايه الارقام الجميله دي؟ اللهم بارك، انا شايف الطموح عالي جدا جدا، ولكن هل الموضوع سهل يا جماعه؟ Do you think it's easy ان انا اجيب سكور النهارده؟ هنعمل تحديد مستوى، ولكن هل الموضوع سهل؟ هل الموضوع ان شاء الله سهل ومفيش مشاكل؟ Do you think it's easy or difficult؟ انا عايز حضرتك تكتب لي في التعليقات easy or difficult. What do you think guys? Can you tell me? I'm really sorry to tell you this. كل حاجه ان شاء الله سهله لو في حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ كل حاجه سهله. Please guys, everything is easy if you do what? Everything is easy if لو انت اديت نفسك مجهود ووقت. I need time and effort. كم واحد منكم عنده استعداد الالتزام مع الوقت؟ كم واحد منكم يحب يدخل معسكر لغة بس بشرط يلتزم ويبقى عنده وقت عشان يجيبها؟ ازاي يجيب سكور 7 و8؟ خاصة ان انت من الاول خالص لازم تكون عارف شكل الاختبار عامل ازاي. Once again بسم الله، تعالوا مع بعض كده نبدأ بداية غريبة شوية. Who can tell me guys هو اختبار الايلتس اختصار كلمة ايه؟ Can someone tell me guys please كلمة IELTS هي اختصار and it's an abbreviation of الاختبار الدولي لقياس مستوى اللغة الإنجليزية. It's an abbreviation of International English Language Testing System من جامعة كامبريدج، وخلي بالك إن اختبار الايلتس صلاحيته سنتين بس. It's only valid for 2 years. واختبار الايلتس من جامعة كامبريدج في مكانين في العالم كله هم اللي بيعملوا الامتحان. مين هم المكانين دول يا شباب؟ Can you tell me please؟ British Council المجلس الثقافي البريطاني، نمبر 2 اي مجلس ثقافي بريطاني في العالم كله هو اللي بيدير الاختبار ده، ونمبر 2 شركه اي دي بي الاستراليه، اي دي بي الاستراليه. باي ذا واي، هل ممكن حد يقول لي سريعا هي شركه انجل فيجن او منصه انجل فيجن عامله تعاون مع مين؟ كان يو تيل مي بليز شركه انجل فيجن منصه انجل فيجن احنا عاملين الحمد لله تعاون مع شركه اي دي بي الاستراليه، خاصة اي دي بي فرع مصر وفرع السعودية، وبنعمل تخفيض للطلبة بتوعنا اللي بيدخلوا الاختبار، وبنديهم كمان محاضرات مجانية مع اي دي بي ازاي تجهز نفسك للامتحان،
خاصة إن إحنا عندنا نوعين من امتحانات الآيلتس. بالمناسبة، هل أنتوا عايزين آيلتس أكاديميك للدراسة والمنح الدراسية ولا آيلتس جنرال للهجرة؟ ممكن كل واحد يا جماعة يكتب لي كده حرف الـ A يعني أكاديميك للدراسة والمنح، أو حرف الـ G for immigration. For immigration guys, can you tell me if it's for academic, academic for scholarship. لو أنت مدرس عايز تسافر الخليج يبقى أنت أكيد محتاج أكاديميك. لو انت طالب ثانوي وعايز تدخل الجامعه يبقى اكاديميك، عايز تشتغل في الجامعه اكاديميك، عايز تعمل بحث علمي اكاديميك، عايز تبقى مدرس اكاديميك، لكن انت عايز هجره او تحسن اللغه بشكل عام خليك جنرال عشان الجنرال اسهل. باي ذا واي جايز، هو كان تيل مي، اي هاف ا كويستشن فور يو، هل تحب تدخل الامتحان بيبر بيست بالورقه والقلم ولا على الكمبيوتر؟ امتحان الايلتس صلاحيته سنتين من جامعة كامبريدج، وفي حاجتين ممكن تاخد الاختبار كمبيوتر بيست بالكمبيوتر اور بيبر بيست. ويت ا مينيت، هو حضراتكم كم واحد منكم خطه واضح؟ لو انت خطك واضح ادخل البيبر. ذا بيبر بيست نيدز كلير هاند رايتنج. لو انت خطك واضح اي دونت هاف ا بروبلم وذ ذات، ممكن تدخل امتحان بيبر بيست. ولكن هو حضراتكم سريعين في التايبنج؟ do you type fast؟ كم واحد منكم يا جماعه يرفع ايده ويقول لي كم واحد منكم بجد سريع في الكتابه؟ تايبنج، لو انت سريع في التايبنج انصحك تدخل كمبيوتر، لو انت خطك حلو وواضح ادخل بيبر. بس هو ايه الفرق؟ الامتحان في البيبر النتيجه بتطلع بعد 13 يوم. Actually results come out after 13 days. عارفين النتيجة في الكمبيوتر بتطلع بعد كام يوم؟ How many days and you find that the results come out? In the computer-based test, you have only 3 working days. فأنت لو مستعجل لازم تدخل الكمبيوتر-based، بس بشرط إن أنت تكون سريع جدا في التايبنج. وبالمناسبة يا جماعة، هو امتحان الآيلتس How many skills? How many skills? Can someone tell me? اختبار الآيلتس الدولي التابع لجامعة كامبريدج، اختبار الايلتس الدولي اللي صلاحيته سنتين، اللي بيبقى على الكمبيوتر او البيبر. سؤال لحضراتكم، اختبار الايلتس هاو ماني سكيلز؟ 4 سكيلز. 4 سكيلز، ايه هم الفور سكيلز؟ السبيكنج ربع ساعه، ليسننج 40 دقيقه، ريدنج 1 اور، رايتنج 1 اور. ايه اكتر مهاره بالنسبه لك صعبه؟ كان يو تيل مي بليز جايز واتس ذا موست تشالنجينج سكيل ايفر؟ هو كان تيل مي ايه اصعب مهاره انت في رايك؟ يا ريت كل واحد يكتب لي اسم المهاره او حتى اول حرف فيها. Is it listening, reading, writing؟ انا ملاحظ الناس كلها كاتبه كله. والله حضرتك يا باشا انا كل السكيلز صعبه اصلا. What do you think guys? All skills. Excellent. Thank you. ممكن يكون all skills صح، ممكن المهارات كلها اصلا صعبه. حد بعت لي ايموجي عياط، انا بنهار. كله حلو زي حضرتك يا مستر، كله جميل يا مستر. Excellent. I want to tell you إن في مشاكل في السبيكينج خاصة في النطق. في ناس عندها مشكلة في الليسننج السرحان. في نمبر 3 على الناس عندها مشكلة في الريدنج ما بتخلصش القطعة. وفي ناس عندها مشكلة في الرايتنج هي مشكلة الوقت. حد منكم متفق إن الوقت قليل جدا في الآيلتس؟ Do you think إن الآيلتس محتاج هدوء أعصاب؟ Yes. الامتحان سبيكينج ربع ساعة، ليسننج 40 دقيقة، الريدنج ساعة، الرايتنج ساعة. يعني الامتحان 3 ساعات وربع. However, the major problem، اكتر مشكله عندنا بنواجهها هي ان احنا ما عندناش افكار والوقت قليل جدا. We don't have enough time. بالمناسبه يا جماعه، هو السكور النهائي بتاع الايلتس من كام؟ السكور اعلى سكور في الايلتس كام؟ The highest score in IELTS. What's the highest score؟ بصراحه اعلى سكور 9. طب ممكن حضرتك تقول لنا ايه السكورات المطلوبه؟ لو انت ناوي ان شاء الله تسافر كندا، فانت السكور المطلوب منك في كندا 8 استماع 3 سبعات قراءة كتابة تحدث. لو انت عايز تهاجر استراليا يبقى therefore استراليا 4 سبعات في الـ4 مهارات. لو انت بتدور على منح دراسية فانت محتاج بند 6 overall. لو انت محتاج منح دراسية في انجلترا فانت محتاج 6 اكاديمي. لو انت عايز تدخل الجامعة الامريكية فانت محتاج 6 اكاديمي. لو عايز تدخل جامعات في ماليزيا او تركيا فانت محتاج 5 5.5 اوفرول في ايلتس اكاديميك. يعني بمعنى اصح، لو انت عايز تسافر المانيا انت محتاج 6 اكاديميك. يعني السكور النهائي من 9. ولكن انا عايزكم بليز يا شباب تاخدوا سكرين شوت عشان دي اشهر الحاجات اللي الناس بتاخد ايلتس عليها. اند باي ذا واي جايز،
اول مهاره عندك هتدخل تلاقيها هي ايه؟ ايه اول مهاره عندنا؟ You can tell me guys, can you someone tell me؟ اول ما تدخل اول ما تدخل اختبار الايلتس، اول مهاره الاستماع، وبعد كده القراءه، واخر حاجه الرايتنج، وتخلص الامتحان تمتحن الليسننج السبيكنج. يبقى therefore listening then reading then writing. excellent. ولكن حد منكم عارف الامتحان بقى سعره كام؟ هلو يا شباب، can someone answer me how much does it cost؟ hello you guys, can you someone tell me الامتحان بقى سعره كام دلوقتي؟ الامتحان بيزيد زي ما كل حاجه بتزيد. everything is going up. So I want to tell you ان الاختبار ب 1400 ريال سعودي، الاختبار في مصر بقى ب 6000 جنيه مصري، 6000 جنيه مصري. Therefore ما بقاش عندنا رفاهية نعيد الامتحان كتير. كم واحد منكم عايز يدخل الامتحان من اول مرة يجيب السكور؟ كم واحد منكم عايز يجيب الاختبار من اول مرة؟ اللي هو انا ما عنديش الرفاهية، لا عندي وقت ولا فلوس ولا صحة، ما عنديش. لو عندي هديك بس ما عنديش. اكسلنت. لو حضرتك ما عندكش لا وقت ولا فلوس ولا صحة لكل الكلام ده، يبقى therefore حضرتك حقيقي محتاج تكون محضر نفسك صح. عارفين تحضر نفسك صح يعني ايه؟ اكتب ورايا، اكتبوا يا جماعة ورايا please write after me. انت محتاج 3 حاجات عشان تجيب السكور من اول مرة. نظبط اللغة، we want to improve our language. قبل ما تدخل اصلا الاختبار لازم يكون اللغة بتاعتك كويسة بمستوى يعني مستواها فوق المتوسط. رقم 2، وهنتكلم ازاي نحسن اللغه النهارده ان شاء الله. هقول لكم ازاي تذاكر الايلتس وازاي اذاكر بذكاء. اختبار الايلتس محتاج 3 حاجات: تذاكر التكنيكس، التريكس اند تكنيكس، تذاكر اللغه، وتذاكر بذكاء الاختبار وازاي تهدي اعصابك. حد منكم بيجي له بانيك اتاك يا شباب؟ How many of you guys have a panic attack؟ كم واحد منكم بيجي له حاله بانيك اتاك في الامتحان؟ كم واحد منكم بيجي له بانيك اتاك اللي هو اول ما يدخل الامتحان انا خايف، انا قلقان، ما عنديش وقت، اي دونت هاف، ما عنديش افكار، امتحان listening وبعديه writing وبعديه reading، اي دونت هاف تايم فور ذات. كم واحد منكم بجد عنده مشكله في التوتر؟ التوتر التوتر. طب ايه رايكم النهارده نزود التوتر؟ اجري ولا لا؟ ايه رايكم نبدا النهارده بامتحان تحديد مستوى؟ ايه رايكم لو انا بعت لكم دلوقتي لينك امتحان تحديد المستوى بس بشرط؟ اكسلنت. بس بشرط ان حضرتك تعرف مستواك وما تزعلش. ده امتحان تحديد مستوى مجانا، انا اي وونت، عايزك تحله بعد المحاضره. ارجو من زملائي ارجو من زملائي المنسقين ينزلوا رابط تحديد المستوى مع رابط كمان اهو، مع رابط المنسقه على الواتساب عشان اقول لك مستواك هو ايه ونبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ إزاي الآيلتس؟ بفكر حضراتكم عشان تذاكر آيلتس أنت محتاج خطة دراسية وتتدرب وحد يصلح لك ويديك فيدباك ويعرفك أخطائك ويفهمك أخطائك وتتدرب تاني. إيه رأيكم في الدايرة دي يا شباب؟ أجري ولا لأ؟ إيه رأيكم في الدايرة دي؟ أديك ماتيريال إنبوت، تذاكر الماتيريال وتتدرب، وكل ما تتدرب أكتر هتعرف أخطائك أكتر فتتدرب تاني بأخطاء أقل لغاية ما تتحسن. هل في حد منكم يحب ياخد خطة دراسية؟ على فكرة أنا هاخد أسئلتكم في الآخر خالص، وأنا فاضل لي نص ساعة وأخلص، وقبل ما أديكم فترة الأسئلة بسألكم بكل أمانة، هل تحبوا أديكم خطة دراسية A study plan تمشي عليها وتتدرب وحد يصلح لك ويعرفك أخطائك and you know your mistakes and then after that you practice again with less mistakes and then you study again. هذاكر اتدرب اعرف اخطائي اتدرب اكتر باخطاء اقل. لو حضرتك عايز خطه دراسيه بليز قول لي عشان انا محضر حاجه اسمها study plan. الستادي بلان ديت انا هديها لك على مدار الكورس 6 اسابيع، كل اسبوع هديك خطه دراسيه. الخطه الدراسيه دي معاك هتتبعت على جروب الواتساب اللي حضرتك هتتضاف عليه. بصوا كده الخطه الدراسيه ديت قولوا لي رايكم ايه؟ الواجبات بتاعتكم في الرايتنج، في السبيكنج، ايه الاكتيفيتيز؟ وبعد كده ايه رايكم لو قسمت لكم الواجبات والدراسه على الايام؟ يوم الاحد تعمل ايه؟ يوم الاثنين تذاكر ايه؟ يوم الثلاث تذاكر ايه؟ الاربع، الخميس، وتذاكر ايه الاسبوع ده كله؟
هل انت عايز الكلام دوت يكون بشكل منظم في خطه دراسيه زائد تدريب زائد ان حضرتك بليز اي وانت ان انا عايز خطه دراسيه وحد يصلح لي وحد يعرف لي اخطائي ويفهمني اخطائي واتدرب اكتر. انا بطلب من حضراتكم في هذه المحاضره القصيره اوعى تشتت نفسك بماتيريال كتيره. Don't be distracted with a lot of material. I want you to be focused. I want you to be focused. الخطة الدراسية دي فقط للناس اللي هتدخل معانا الكورس. Once again, لو حضرتك عديت امتحان تحديد المستوى والتحقت بالكورس بنديك خدمة الاستادي بلان وكمان خدمة الموقع اللي بتلاقي عليه المحاضرات مسجلة ومنظمة. ومرة تانية نبدأ منين الايلتس؟ تعالوا مع بعض نكتب ونقول البداية الحقيقية إن أنت تتجنب بعض الأخطاء. شباب هل في حد منكم يا جماعة حاول يذاكر آيلس لوحده؟ How many of you guys have tried to study IELTS on his own؟ كم واحد منكم حاول يذاكر الآيلس لوحده؟ Thank you very much indeed. Thank you. I want to tell you إن حضرتك لو بتذاكر الآيلس لوحدك في شوية حاجات ممنوعة تعملها، ودي نصيحة مني ليك في المحاضرة المجانية ديت. I want to tell you please لو انت عايز تذاكر لوحدك، نمبر 1 بلاش تحمل ماتيريال كتيره. كم واحد منكم بيحمل ماتيريال كتير؟ How many of you guys like to download material؟ كم واحد منكم مدمن ماتيريال؟ كل يوم ماتيريال ماتيريال وحمل كتب كتب كتب، انا عايز كتب كتيره. على فكره مشكله الايلتس ان الايلتس مش محتاج ماتيريال كتيره. Actually IELTS needs focus. انا محتاج اركز. وعشان كده يا شباب لو انتوا ان شاء الله دخلتوا الكورس معانا الموضوع مش بس هتاخد معانا ستادي بلان وخطه دراسيه، ايه رايكم اديكم كل كتب كامبريدج محلوله؟ كل كتب كامبريدج، كامبريدج 9 11 17 18، كل كتب كامبريدج هنركز عليها عشان جامعه كامبريدج هي اللي مطلعه الايلتس. فانا عايزك تركز على كتب كامبريدج. I want you to focus on Cambridge زائد الماتيريال بتاعتي زائد practice speaking and writing. أول حاجة بنصحكم بيها and this is my advice for you لو أنت عايز تكمل في سكة الآيلتس، رقم 2 تركز على كتب كامبريدج، رقم 3 تنظم وقتك. مين يقدر يقول لي أنظم وقتي إزاي؟ حد منكم يا جماعة يقدر يقول لي أذاكر ليسننج إمتى؟ الصبح ولا بالليل؟ Can someone answer me؟ أنا عايز أعلمك النهاردة في المحاضرة ديت إزاي تذاكر بذكاء. How to study smart. حضرتك عايز تذاكر لوحدك حمل كتب كامبريدج وحد يصلح لك. وحد يديك ستادي بلان. however you can tell me صبح بدري ذاكر listening ولا reading؟ can you tell me please؟ دايما لو انت ناوي تذاكر لوحدك in the morning I want you to focus on listening. دايما الاستماع الصبح وانت صاحي fresh. حل امتحان listening في 30 دقيقة واعرف اخطائك. ولو انت دخلت الكورس معانا هديك كمان الفوكابولري المطلوب في listening. وايه رأيكم in the afternoon، ايه رايك لو بعت لك مقال؟ فاكر يا شباب لو انا بعت لك مقال موضوع من موضوعات الايلز رايتنج، وبعد ما تقرا المقال خليك تعمل رايتنج براكتس، وبالليل قبل ما تنام وبعد ما ترجع من الشغل كمان اعمل لك امتحانات سبيكنج، وفي الاخر خالص نبعت لك اخطائك تراجعها عشان تراجع اخطائك قبل ما تنام. دايما تعرف ان انت لازم تخلي اللغه اسلوب حياه. In the morning listening, in the afternoon you read and then you write and then after that at the very end على طول بالليل تذاكر اخطائك كل يوم. اخر حاجه خالص، هو انت يا جماعه المفروض نذاكر الايلز عشان السكول ولا عشان اللغه؟ What do you think? Can you tell me? كم واحد منكم يقول لي لو انت عايز تذاكر ايلز هل اذاكر ايلز فقط عشان السكول؟ No. حاول تذاكر الايلز عشان الاثنين. for the language and for the score. ولو ركزت على اللغة السكور هيجي، لو ركزت على السكور بس هتتوتر جدا. عشان كده I advise you guys to study IELTS for both language and IELTS. هو سؤال بسيط، هو اختبار الايلتس ممكن يفيدني في الحياة بشكل عام في اللغة؟ Hello, can you tell me? Of course. ونسيت أقول لكم يا جماعة، of course you can do that. أنا عايز أقول لكم أه طبعًا الأيلتس ممكن يفيدك في اللغة بشكل عام. عشان كده يا جماعة في طريقة في التدريس اسمها assessment based learning، إن أنا بتعلم من خلال الاختبارات، من كل من كتر ما بحل اختبارات مستوى اللغة بيتحسن. فاختبار الأيلتس listening وreading وwriting and speaking، هل في فرق ما بين الأكاديميك والجنرال؟ What do you think guys? Can you tell me?
ايه الفرق ما بين الاكاديميك والجنرال؟ طلبه الاكاديميك اللي عايزين منح دراسيه والجنرال اللي عايزين هجره، هل في فرق من ناحيه المهارات؟ Yes, there is a difference. الفرق ما بين طلبه الاكاديميك اللي عايزين منح دراسيه والجنرال اللي عايزين هجره في مهارتين فقط. ايه هما المهارتين المختلفتين؟ مختلفين ما بين الاكاديميك and general. Of course, the only difference in writing and reading. اختبار الرايتنج والريدنج عن طلبه الاكاديميك مختلفه عند الطلبه بتوع الهجره الجنرال، بس هما الاثنين زي بعض في listening and speaking. Both of them are the same, but they are different in reading and writing. اه بالمناسبه يا جماعه، حد منكم يا شباب يحب ان هو يخلي امتحانات السبيكينج تحسن الانترفيو والكونفرسيشن سكيلز؟ هل تعتقد التدريب على اختبارات السبيكينج ممكن تحسن مهاراتنا في المقابلات العمل والانترفيو سكيلز اند ذا كونفرسيشن؟ هل تعتقد ان الايلتس ممكن يظبط لك الدنيا في الشغل؟ ايوه يس. وعايز اقول لك المفاجاه الكبيره جدا ان كتير من المدارس وكتير من الشركات اخذ طريقه تصحيح الايلتس خاصة yes we have the same thing في الانترفيوز، بنقيمك كأن بالظبط انت في امتحان speaking. وتعالوا مع بعض نقول ايه رأيكم لو بدأت الكورس بتاعنا بالspeaking؟ What do you think guys, agree or disagree? What do you think, can you tell me ايه رأيكم لو انا بدأت الكورس بتاعي اول 7 اسابيع بالسبيكينج عشان ناخد فترة كبيرة نزود الثقة بالنفس ونزود الطلاقة and we improve the fluency and the confidence. What do you think guys لو أنا بديتك كل الموضوعات المهمة وفي البداية خالص I start with the fluency, with the conversation, with ideas عشان أديك وقت أكبر في السبيكينج؟ وتعالوا مع بعض إيه رأيكم لو قلنا hello وامتحان السبيكينج مدته قد ايه؟ How long is the speaking exam? Can you tell me please? Hello, can you tell me هو امتحان السبيكينج مدته قد ايه؟ تعالوا مع البدايه خالص نشوف كل مهاره من مهارات الايلتس وازاي احنا هنذاكرها مع بعض. اختبار الايلتس ربع ساعه فقط. Only 15 minutes. How many parts? How many parts? How many parts do we have in the speaking exam? امتحان السبيكينج we have 3 parts. Part 1 هي أسئلة شخصية، والأسئلة دي عاملة زي أسئلة الانترفيو. What's your name? Where do you live? How often do you go to the gym? Who is your role model? Do you like your work? ليه أنت عايز تشتغل هنا؟ بالظبط زي أسئلة الانترفيو وpersonal questions. بالمناسبة by the way guys لو أنا رديت على كل سؤال بكلمة واحدة What's your name? محمد. Where do you live? Cairo. What is your job? Teacher. What do you want to be in the future? No, I don't have a future. لو انت رديت على كل سؤال بكلمة أو جملة يبقى أنت مستواك عامل إيه؟ ما تبقاش قفوش، خليك نعنوش. بالظبط كده. If you are a very kind of very short in your answers وكل ما أسألك سؤال وأقول لك مثلا وليه عايز تشتغل مثلا بره مصر؟ Why do you want to travel abroad? I want to get married to a British woman. لو انت عملت كده وقعدت ترد كل رد ليك كلمه كلمتين ثلاثه، لو انت اجاباتك قصيره، هل انت تعتقد انت ممكن تنجح في اي انترفيو شغل؟ للاسف اي بي سي ومن اساسيات الايلتس اللي هتفيدك في انترفيوهات الشغل ان انت the moment you answer any question, when you answer any question, please after you answer you have to explain. عارفين يعني ايه explain ولا لا؟ Who can tell me what does it mean the word explain? انا عايز اسافر بره، مين هو مثلك الاعلى؟ I really look up to someone because for example you know such as however. لازم وانت بتجاوب تدي جملتين ثلاثة توضيح، عشان انت لو اديت اقل من كده هتنقص في حاجة اسمها الطلاقة او الفلوينسي. نسيت اقول لكم هو بعد بارت 1 البارت اللي بعديه اسمه ايه؟ امتحان السبيكينج ربع ساعة. It's only 15 minutes and you have to explain your answer. بعد ما تخلص بارت 1 بارت 2 اسمه مونولوج. باي ذا واي يا شباب مونولوج يعني بتتكلم لوحدك ولا مع الممتحن؟ You can tell me. Part 2 it's called monologue. مونولوج يعني بتكلم لوحدي وانا معايا حد، بتكلم لوحدي انا بس.
الممتحن بيديني توبيك، والتوبيك انا بحضر الافكار في دقيقه وبتكلم في دقيقه، دقيقه ونص. وانس اجين بارت 2 اسمه كيو كارد. يعني ايه كيو كارد؟ هيجي لي توبيك and I prepare my ideas and then I speak for 1 to 2 minutes. بالمناسبة، هل انت عندك الوقت والافكار وعندك الطلاقة تتكلم عن اي توبيك لمدة دقيقتين؟ يعني انا لو سبتك دقيقة وطلبت منك تكتب تتكلم عن فيلمك المفضل، فانت مثلا قلت my favorite movie is Titanic، انا سبتك دقيقة تحضر افكارك، وبعد ما الدقيقة خلصت I tell you please اتكلم لمدة دقيقة، دقيقة ونص. فانت اول ما بدات تتكلم قلت I love Titanic, it is romantic, it is full of action, I love the song, I love the music, I am romantic, you are romantic. لو انت كل جملك كده وما قدرتش تخلص حتى دقيقه واحده في الكلام، تجيب سكور كام يا جماعه؟ Can you tell me please if your level in fluency is so low. لو انت مستواك في الطلاقه وما عنديش افكار، ما عنديش vocabulary، ما عنديش grammar، ما عنديش حاجه خالص، انا داخل بدعاء الوالدين ما عنديش اي حاجه ولا ideas. If your level is like that فللاسف ممكن تجيب سكور 4 من 9، 5 من 9. بالمناسبه 4 دي تودي فين؟ يعني سكور 4 من 9 في دوله تاخدها؟ هل في منح دراسيه ممكن تاخدك وانت مستواك 3 و4؟ What do you think guys؟ لا ما توديش اي حاجه والله، ولا حتى المكسيك ولا حتى ولا اي حاجه. للاسف احنا عايزين بره مصر ناس يكونوا واو، عندهم طلاقة وعندهم قدرة يتكلموا دقيقتين على بعض. وبعد ما بتخلص بارت 2 بدخلك على حاجة اسمها بارت 3. يعني ايه بارت 3؟ هبدأ اناقشك في مشاكل المجتمع. سؤال للناس اللي مركزة، هل في فرق ما بين بارت 1 وبارت 2؟ بارت 3 قصدي. Do you think في فرق ما بين بارت 1 وبارت 3؟ Hello you guys, can someone tell me؟ هل تعتقد انهي واحد فيهم personal؟ انهي واحد فيهم اسئلة personal؟ Which one of them is personal؟ Part 1 or Part 3, can you tell me please? Part 1, أسئلة personal about your life, your kids, your work, your hobbies, your habits, what do you do in the morning? ولكن Part 3 بيتكلم عن المجتمع والعالم والتلوث وشباب الجيل وإيه الفرق ما بين الشباب الأيام دي وزمان and the generation gap. So there is a difference between global questions and personal questions. أو بالمناسبة يا جماعة، وانت بتتكلم الممتحن بيعمل ايه؟ الممتحن اللي قاعد يسمعك في خلال الثلاثه بارتس، What does the examiner do? Who can tell me? وانت بتتكلم في بارت 1 وبارت 2 وبارت 3 على مدار الربع ساعه انت والممتحن لوحدكم، هو بياخد نوتس. سؤال ليكم، هو بيبص على ايه بالظبط؟ What does the examiner check؟ مين يقدر يقول لي ويكون شاطر كده؟ انا كممتحن لما همتحنك جوه الكورس What do I check؟ أنا هبص على 4 criteria. Criteria يعني معايير. Thank you very much. 4 things. 4 معايير هبص عليهم أو 4 standards. إيه الـ4 معايير اللي أنا هقيمك عليهم في الـ speaking أو في الـ interviews or for the speaking exams؟ Number one, fluency. سؤال ليكم يا جماعة، عكس fluency هو إيه؟ لو أنت ما عندكش طلاقة، عكس طلاقة هي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Who can tell me؟ عكس طلاقة حاجة اسمها hesitation. هل في حد منكم عنده تحتها في الكلام؟ شباب بجد بأمانة ارفع ايدك لو انت عندك مشكلة في تحتها. يعني I think that when I travel abroad maybe I will work abroad. I like my job but لو انت عندك مشكله في التهته يبقى انت محتاج ايه؟ Who can tell me؟ لو انت عندك مشكله ان انت بتقول وبتقطع في النص and you have gaps، بصراحه انت كده محتاج حاجه اسمها speaking club. ايه رايكم لو دخلناكم speaking club جوه الكورس؟ ايه رايك لو كل اسبوع طلبنا منك تبعت لنا voice notes عن الموضوعات المختلفه؟ voice notes، voice notes everybody. Yes. كل يوم نادي المحادثه وسجل صوتي وابعتك، انت محتاج تتدرب يوميا. نمبر 3، احنا هنبص على الجرامر بتاعك، هل الجرامر مظبوط ولا لا؟ هل الجرامر انت مظبط الازمنه وفي تنوع ولا لا؟ نمبر 3، هل انتوا يا شباب عندكم فوكابلري؟ Do you have vocabulary or not؟ What do you think guys؟ هل انتوا عندكم الكلمات المطلوبه لكل الموضوعات ولا لا؟ رقم 4، وانت بتتكلم في اي انترفيو، في اي كونفرسيشن، في اي اختبار الايلتس، هنبص على اخر حاجه وهي غير الجرامر غير الفوكابلري
pronunciation. وسؤالي ليكم، ايه رأيكم؟ هل تحبوا اديكم كل الموضوعات المهمة؟ ايه رأيكم؟ هل تحبوا اديكم كل الموضوعات المهمة في الانترفيوز وفي السبيكنج ايلز بشكل عام؟ هديك التوبكس بتاعي. اوكي، حاضر يا نهير. What do you think guys؟ ايه رأيكم لو انا اديتكم الموضوعات المهمة في الايلز وفي الانترفيوز وفي الكونفرسيشن عشان يبقى انت عندك حصيله عامه؟ طب سؤالك يا جماعه، انتوا عايزين التوبكس المهمه في السبيكنج والكونفرسيشن عايزينهم في شكل اوديوز تسمعوهم ولا في شكل سكريبت تقراه ولا الاثنين؟ انا محتاج رايكم يا جماعه عشان احضر نفسي. Can you tell me please، هل حضرتك عشان تحسن السبيكنج هل تحب ان انا اديك كل التوبكس المهمه اوديوز، حاجات تسمعها وانت بتلعب في الجيم وانت ماشي وانت قاعده في المطبخ، هاخد اسئلتكم في الاخر خالص، وانت قاعد بتشتغل وانت ماشي بالعربيه سامع الاوديوز ولا سكريبت؟ طب ايه رايكم يا جماعه لو انا عملت كالاتي؟ What do you think guys لو انا for example هوريكم كده فكره ومش عارف هتعجبكم ولا لا. Please guys لو الفكره ما عجبتكش ما عجبتكش please قولي لا مش عجباني. اوكي، ايه رايكم لو اديت لكم جوه الكورس قناه خاصه، القناة ديت فيها كل التوبكس بشكل اوديو واديها لك ام بي 3؟ advised me to go وايه رأيك ان to انا the لو انت Egyptian اتفرجت على الفيديو Museum to لو explore ولادك مراتك the او بنتك greatness of the بتتكلم pharaonic هتتشجع على كل civilization. الكلام كمان؟ What do you think guys لو انا اديتك كل الموضوعات المهمة مكتوبة ومسموعة وام بي 3 على الايفون او على الموبايل بتاعك تسمعها وانت ماشي بكل حتة عشان اللغة اسلوب حياة، فكل ما تسمع فانت بتزود النطق بتاعك، بتظبط الفوكابلري، بتظبط الايدياز، عشان انت لو عايز تتكلم انت محتاج الاول تسمع. You need to listen to speak. لو انت يا جماعة عايزين القناة المغلقة دي للسبيكينج raise your hand. لو انت عايزيني ابعت لكم القناة المغلقة دي في speaking وتشوف كل التوبكس المهمة، this is really important. وسؤال مهم جدا هو في امتحانات السبيكينج الاكسنت المطلوبة هي ايه؟ You can tell me guys الاكسنت المطلوبة، do you think we need the American British accent ولا نطق مفهوم وخلاص؟ انا عايز حد يرد عليا ويكون حد شاطر في امتحانات السبيكينج in the IELTS، في اي conversation، في اي interview شغل، اهم حاجة عندنا يكون نطقك امريكان، نطق امريكي ولا بريتش، ولا يكون نطق ستاندرد اند انتليجبل؟ بالظبط كده، الاكسنت مش مهمه، المهم البرونانسيشن يكون واضح. ايه رايكم لو جوه الكورس عملنا امتحانات سبيكنج معاك على الزوم وتفتح الكاميرا؟ موافقين ولا لا يا شباب؟ كم واحد منكم عاجبه فكره ان هو جوه الكورس يعمل امتحانات سبيكنج اون زوم اند يو اوبن ذا كاميرا؟ ايه رايك افتح الكاميرا عشان اعمل زي الامتحان بالظبط؟ ايه رايك لو كلمتك في التليفون وعملت امتحانات سبيكينج معك؟ ايه رايك لو قسمتكم اتنين اتنين وعملنا حاجه اسمها سبيكينج بارتنر؟ Do you like the idea or not؟ يعني طبعا الستات لوحدها والرجاله لوحدهم وعملنا سبيكينج بارتنرز. ايه رايكم بالفكره دي؟ ايه رايك لو انت مش عايز بارتنرز انا هكلمك في التليفون واعمل لك امتحانات وابعت لك التوبكس المهمه، ولكن هل تحبوا نعمل امتحان النهارده تحديد مستوى وتبعتوه لي سبيكينج فويس نوت؟ ايه رايكم يا شباب؟ What do you think؟ ايه رايكم لو النهارده عملنا امتحان تحديد مستوى وهبعت لك توبيك تسجل صوتك وتبعت لي نطقك واشوف مستواك في السبيكينج عامل ازاي؟ لو انت موافق على الفكره دي دلوقتي بسرعه بطلب من ميس مهجه وكل زمايلنا يحطوا رابط امتحان تحديد المستوى، بطلب من الجميع من زملائي المنسقين ارجوكم لو سمحتم نزل دلوقتي امتحان تحديد المستوى. ليه؟ عشان عايز اشوف مستواك عامل ازاي، وكمان لو انت عايز تحسن السبيكينج يبقى انت لازم تحسن الليسننج. حد منكم يا جماعه عنده مشاكل في الليسننج؟ هالو جايز، كان someone tell me، هل في حد منكم عنده مشاكل في الليسننج؟ تاني مهاره عندنا من مهارات الايلتس في المحاضره، فاضل لها تلت ساعه خلاص، هي مهاره الاستماع، ومهاره الاستماع محتاجه تركيز عالي جدا. أو بالمناسبة يا جماعة، هو اختبار الليسننج مدته قد إيه؟ Can you tell me please how many questions؟ أنا عايز الناس اللي بتذاكر IELTS أو حضرت نفسها قبل كده تعرف إن اختبار الأيلتس أربع مهارات، وأول مهارة هتكون عندك هي مهارة الليسننج، 40 سؤال في 40 دقيقة. الامتحان بيشتغل كل قد إيه يا جماعة؟ Can someone tell me؟ شباب can you tell me please؟
الامتحان في الليسننج هل بيتكرر كتير؟ نو امتحان الليسننج 40 سؤال بيشتغل مره واحده بس، يعني معنى اصح you're going to listen to the audio only once. اشهر لهجه هي ايه؟ ايه هي اشهر لهجه موجوده في اختبار الليسننج؟ انا عايز حد كده يبص ويفكرني ويقول لي طالما اختبار الايلس بريطاني فهم اهم حاجه عندهم اللهجه البريطانيه or the British accent. Yes. دايما دايما اهم شيء عندنا اللهجه البريطانيه او the British accent. وبالمناسبه يا جماعه، هو انا لو بتكلم على اللهجه البريطانيه، ايه رايكم لو انا عودتكم على اللهجه البريطانيه من اول الكورس؟ كم واحد منكم يحب ان انا ابعت له؟ اوكي يس، ممتاز يا وليد، هو ده يا وليد. ايه رايك لو بعت لكم كل يوم الصبح بي بي سي؟ What do you think guys, agree ولا لا؟ agree ولا disagree؟ ايه رايك لو بدات اعودك على امتحانات الليسننج ان انا ابعت لك الصبح بدري بعد صلاه الفجر كده ذا بي بي سي، فانت كل يوم تتعود على اللهجه البريطانيه وتبدا تسمع كلمات زي schedule، جدول، you know words like library, I want to tell you something about the party, dropping the R. It's very very important to get used to the British accent. لما تتعود على اللهجه البريطانيه انت كده كده بتتعود على امتحانات الليسننج، امتحانات الليسننج اللي بتشتغل مره واحده بس جوه الاختبار 40 سؤال and it's played only once. وبالمناسبه يا جماعه، هو في كم نوع من انواع اسئله امتحانات الليسننج؟ I want to tell you something interesting. امتحانات الليسننج 40 سؤال بس احنا عندنا خمس انواع مهمين جدا في امتحانات الليسننج. في امتحان اسمه الخريطه، في امتحان اسمه الاسئله الاختيارات المتعدده، في سؤال من اسئله الليسننج. ولكن السؤال لحضراتكم، هل تعتقدوا ان في امتحان الليسننج الاجابه بتيجي بشكل مباشر؟ Do you think ان امتحانات الليسننج انت هتسمع الاجابه على طول بتكتبها؟ Do you think في امتحانات الكومبليت والمالتيبل تشويس؟ Do you think in listening ان انا جوه الامتحان هسمع الكلمه من اول مره؟ No. امتحانات الليسننج مبنيه على حاجه اسمها التشتيت، ان انا ما اديكش الاجابه من اول مره، اقعد الخبطك في ال 40 سؤال، والاختبار بيشتغل مره واحده وبلهجه بريطانيه، والامتحان بارت 1 وبارت 2 وبارت 3 وبارت 4، 40 سؤال اربعه بارت بيشتغل مره واحده، وبدل ما اديك الاجابه بشكل مباشر اديها لك بشكل ملخبط. ايه رايكم لو حليت قدامكم امتحانات ليسننج جوه الكورس؟ ايه رايكم لو وريتك التكنيكس لكل نوع سؤال، كل نوع سؤال يتحل ازاي؟ شباب، هل تحبوا اديكم الفوكابلري اللي بيجي في امتحانات الليسننج؟ Do you want me to provide you with the vocabulary؟ كم واحد منكم بجد شايف ان انا عندي مشكله في الفوكابلري؟ بسمع الكلمات مش بفهمها وعندي مشكله بحصيله الكلمات. عشان كده انا عملت فكره يا رب تعجبكم، الفكره دي هي simply لو حضرتك حابب ان انت تكون معانا جوه الكورس، ايه رايك لو انا اديتك كل الكلمات اللي بتيجي في امتحانات الليسننج من كامبريدج 1 لاخر امتحانات كامبريدج 18، كل الامتحانات الجديده هديك الكلمات الفوكابلري في الليسننج، هديها لك مكتوبه وهديها لك مسموعه. جامعه كامبريدج طلعت اهم الكلمات اللي بتيجي في الاختبار، وعلى فكره كمان هديك اهم الدايركشنز اللي موجوده في اختبارات الليسننج عشان الخريطه، في سؤال اسمه خريطه محتاج تعرف يعني ايه امشي على طول، go straight ahead, turn right, turn left, cross the street, go to the bridge, cross the bridge, zebra crossing. حضراتكم محتاجين نزود حصيله الكلمات اصلا ونسمع الكلمات دي كاوديوز عشان نتعود على الصوت ونعرف الكلمات قبل ما نسمع. لو انت مهتم ان انت تدخل معانا النهارده امتحان تحديد مستوى، ارفع ايدك بليز عشان انا هنزل دلوقتي رابط تحديد المستوى قبل ما اكمل المحاضره. ليه؟ عشان انا النهارده محتاج النهارده بليز اديك فكره ازاي انت مستواك فين بالظبط. ونسيت اقول لك بليز يا جماعه زمايل المنسقين، يا ريت لو سمحتوا تنزلوا رابط اختبار تحديد المستوى، اقفل الشات لو سمحتم، اقفل الشات ونزل اختبار تحديد المستوى. بليز يا ميس مونجا اقفلي الشات خمس دقايق وانزلي بتحديد المستوى عشان حضرتك احنا محتاجين فعليا نشوف هل مستواهم بجد كويس في الليسننج والريدنج والسبيكنج اند رايتنج اور نوت. ونسيت اقول لكم يا جماعه ان في كتير جدا منكم بيخاف من المهاره الثالثه.
بعد ما اتكلمنا عن السبيكنج ربع ساعه والليسننج 40 دقيقه، تعالوا مع بعض اوريكم المهاره قبل الاخيره اسمها الريدنج. كم واحد منكم بيخاف من اختبار الريدنج؟ يرفع ايده فوق بليز. How many of you guys ارفع ايدك بجد لو انت بتخاف جدا من الريدنج؟ شايف ان الريدنج بجد مهاره صعبه جدا، خاصه ان الريدنج 40 سؤال ثلاث قطع، الفوكابلري فيه صعب جدا. ونسيت اقول لكم على حاجه، ان طلبه الاكاديميك القطع الريدنج بتاعتهم مختلفه عن طلبه الهجره. طلبه الجنرال الهجره موضوعات عن الفاشن، السفر، الموضه. طلبه الهجره القطع الريدنج بتاعتهم عن الوظائف والشغل والعمل بالخارج ومشاكل العمل، الموضوعات بتاع طلبه الجنرال سهله. اما طلبه الاكاديميك بيعانوا معاناه غير عاديه. ايه هي معاناه طلبه الاكاديميك؟ ان الموضوعات بتاعت الاكاديميك كلها عن العلوم والتاريخ وتاريخ الحشرات والاراضي والمناخ والبولوشن. بس انا عندي خبر تحفه ليكم، خبر جميل، ان طلبه الاكاديميك طريقه التصحيح بتاعتهم اسهل من الجنرال. يعني لو انت عايز بند سبعه في الريدنج، لو انت عايز بند سبعه في الريدنج، انت محتاج تجيب 30 اجابه صح من 40. اما لو انت عايز تجيب بند سبعه يا طالب الهجره في الجنرال، فانت محتاج 34 من 40. يعني طريقه تصحيح الهجره في الريدنج اصعب من الاكاديميك اللي عايزين فقط 30 سؤال. يا ريت يا جماعه لو سمحت نفتح الشات، ميس مهجه افتح الشات، رابط امتحان تحديد المستوى موجود في الشات بوكس، افتح الشات مره تانية. وبسالكم سؤال خطير جدا جدا، هو امتحان الريدنج كم قطعه يا جماعه؟ Who can tell me? Who can tell me? كم قطعه يا شباب؟ عندنا امتحان الريدنج 40 سؤال ثلاث قطع في 40 دقيقه. على فكره مشكله الوقت رهيبه جدا. وسؤالي لحضراتكم، هو انا مفروض في الامتحان 40 سؤال في ساعة واحدة بس، ثلاث قطع 40 سؤال في ساعة واحدة، لما أبدأ في الامتحان أبدأ بالأسئلة ولا بالقطعة؟ Can someone tell me please? I want you to answer me. مفروض في امتحان الريدنج أبدأ بالأسئلة ولا أبدأ بالقطعة؟ Of course I'm really sorry to tell you this. الخبر الجميل إن على حسب نوع السؤال، ثلاث قطع في ساعة 40 سؤال، you have to start. في قطع، في نوع أسئلة لازم تبدأ بالقطعة، وفي نوع أسئلة ابدأ بالسؤال. فخلوا بالكم إن it's really important إن حضرتك تكون مجهز نفسك كل نوع سؤال محتاج إيه، خاصة إن إحنا هنشتغل من كتب كامبريدج جوه الكورس. هل تحبوا إن أنا أبعت لكم فيديوهات لكل نوع سؤال ونحله إزاي؟ إيه رأيكم يا جماعة؟ أنا عامل كورس متكامل ريدنج، ممكن اديهولكم من اول الكورس، من اول الكورس اديك كورس ريدنج واوريك قطع وازاي تحل كل قطعه على حسب نوع السؤال. طب هل عندكم مشكله في الفوكابلري؟ How many of you guys، كم واحد منكم عنده مشكله في حصيله الكلمات؟ اللي هو ارجوك لو سمحت اديني الكلمات المهمه اللي بتتكرر في عالم الريدنج. I really need to know ايه هي اكتر الكلمات اللي بتتكرر في الريدنج. عشان كده هو انا جايب لكم مفاجاه جميله جدا لطلبه الصيف اللي هيدخلوا معانا، ان انا جايب لكم كل الكلمات المهمه اللي بتتكرر في قطع الريدنج الاكاديميك والجنرال. طب انا ليه بعمل كده؟ عشان اسهل لك الدنيا، غير الفيديوهات اللي هتشرح لك، غير التكنيكس اللي هديها لك، وهوريك ازاي تبدا بالاسئله او تبدا بالقطعه. ونسيت اقول لكم يا جماعه، كل ما تذاكر ريدنج اكتر مين بيتحسن عندك؟ كل ما تذاكر ريدنج اكتر مين بيتحسن عندك؟ كل ما تذاكر ريدنج اكتر، when the more you study reading، كل ما تذاكر reading أكتر، the more you study reading، كل ما تذاكر reading وتاخد ideas وتاخد vocabulary بيساعدك في آخر مهار عندنا في آخر 10 دقايق قبل ما ننزل بالهدايا بتاعت النهاردة. إيه رأيكم إن أنت كل ما تقرأ أكتر فأنت الكتابة عندك بتتحسن؟ أيوة الكتابة، الكتابة اللي محتاجة أفكار و vocabulary و grammar. وبالمناسبة يا جماعة، هل اكتر سكور بيجي وحش ايه؟ ايه اكتر مهاره عندنا السكور فيها وحش؟ اكتر مهاره عندنا احنا مظلومين فيها هي مهاره الرايتنج. بتلاقي طلبه كتير جايبين 7 سبيكنج و7 ليسننج و8 رايتنج، ريدنج قصدي، وفي الرايتنج جايبين 5.5. Who can tell me ليه؟ ها what do you think guys؟ Can someone tell me why؟ مين يقدر يقول لي ليه يا شباب؟ I want someone to answer me. ليه تعتقدوا ان الرايتنج فيه مشكله؟ يلا يا شباب، who can tell me ليه الرايتنج فيه مشكله؟
عشان الرايتنج اولا انت هتكتب مقالين تو اسايز، المقالين في ساعه 1 اور، المقالات محتاجه افكار فوكابولري، محتاجه جرامر، انا محتاج افكار وكلمات وجرامر، محتاج افهم يعني ايه اكاديميك رايتنج، ومحتاج افهم يعني ايه كتابه اكاديميه وجرامر وفوكابولري وايدياز. المشكله الكبيره ان انا ما عنديش ايدياز، وكمان لازم اعرف الفرق ما بين الكلمات الفورمال والانفورمال، وانا عندي اصلا مشكله ان انا بستخدم كلمات بتطلع مش مناسبه خالص، ولو جالي موضوعات ممكن ما اعرفش اكتب عنها. تعالوا مع بعض كده هو نقول ان امتحان الرايتنج اكتر مهاره احنا مظلومين فيها. امتحان الرايتنج هل مختلف ما بين الاكاديميك والجنرال؟ Can you tell me please guys؟ هل في فرق ما بين الاكاديميك والجنرال؟ Yes of course. اختبار الاكاديميك مقالين، وطلبه الهجره مقالين، اول مقال 150 كلمه وبرضه طلبه الهجره 150 كلمه، المقال الثاني 250 كلمه، المقال الثاني 250 كلمه. الله، امال الاختلاف فين؟ اتفضلوا يا شباب قولوا لي كده، المنظر اللي قدامك ده اكاديميك ولا جنرال؟ هاش who can tell me this exam in front of you، الامتحان اللي قدامك دلوقتي اللي هو عبارة عن رسم بياني فوق 150 كلمة ومقال 250 كلمة، طبعا دي طلبة الأكاديميك بيحلوا مقالين في ساعة واحدة، two essays in 1 hour، and this is the academic IELTS. Yes, academic IELTS. الشكل ده إيه؟ مطلوب منك تكتب خطاب 150 كلمة، خطاب 150 كلمة، وبعد كده مقال 250 كلمه، برضه ده طلبه الهجره، ده بقى طلبه الهجره. اه نسيت اقول لكم يا جماعه من الاخر، بسم الله، هو احنا بنبص على عدد الكلمات؟ هل تعتقدوا احنا بنعد كلمه كلمه؟ هل تعتقد انت لو كتبت اقل من 250 او 150 بتنقص في الدرجات؟ يس. للخبر الغريب جدا، ايوه احنا لازم تكتب عدد الكلمات المطلوبه ان كان 250 او 150، يس. ولو قليت عن 250 و150 تجيب سكور 4، ممكن تجيب سكور 5، ما ينفعش تطلع اكتر من 5، لازم تكتب في اول اساي 150 كلمه، كلمه كلمه بيتعدوا، وبنعد كلمه ان وان واوف وات واند. رقم 2، هل انت كتبت في الموضوع ولا بره الموضوع؟ ايه اخبار الكونكتورز؟ هل استخدمت كلمات زي بالاضافه الى ذلك على سبيل المثال فور اكزامبل؟ هل انت عندك جرامر؟ هل انت عارف انواع الجرامر المختلفه؟ هل انت بتتجنب اخطائك في الجرامر؟ مقالين في ساعه واحده. سؤال غريب شويه، هل ممكن اكتب اكتر من 250 كلمه؟ هل ممكن اكتب اكتر من 150 كلمه؟ ايوه طبعا، ممكن تكتب لغايه 200 كلمه مش 150، ممكن تكتب لغايه 300 كلمه، ما عنديش مشاكل، ولكن الاهم الكم، الكوانتيتي ولا الكواليتي؟ Can you tell me please? Can you answer me? What is more important? Quantity ولا quality? ايه الأهم؟ إن أنا أكتب 400 كلمة وكلها أخطاء جرامر؟ No. طب سؤالي لحضراتكم، هل تحبوا أديكم الموضوعات المهمة اللي بتيجي في الرايتنج؟ هل تحبوا إن إحنا أثناء الكورس نديكم الموضوعات المهمة؟ Guys please answer me. لو أنت عايزني أديك كل الموضوعات المهمة، فأنا already عملت فكرة مجنونة جدا، والفكرة هي جمعت كل التوبكس اللي جت في تاريخ الامتحانات كامبريدج، جمعتها كلها في ملزمة واحدة وحولتها لمجموعة من المقالات تقراها فتاخد منها أفكار وفوكابلري وجرامر وستراكتشر. يا سلام لو أنت حسنت الكلمات والفوكابلري من جوه الأساي، أنا جوه الأساي قريت وأخدت كلمات في موضوعات ليها علاقة بالموضوعات المتوقعة. يا سلام لو أنا اديتك كل التوبكس المهمة بشكل محترم ومنظم جدا، وإيه رأيكم لو أنا جبت لكم فيديوهات وأنا بحل رايتنج؟ إيه رأيكم يا شباب؟ هل تحبوا الحكاية دي يا شباب؟ What do you think guys about this? Do you agree or not? إيه رأيكم لو اديت لكم موضوعات مهمة وقعدت أوريكم في فيديو 20 دقيقة ازاي انا ممكن اخلص الاسي واحد في 20 دقيقه بدل 40 دقيقه، واوريك التكنيكس اللي استخدمتها عشان تشوف قدامك انا كتبت ازاي. وعلى فكره انا اسف اقولها لك، هل بس ان انا اذاكر الايلتس ده اللي يساعدني في السكور؟ شباب what do you think guys about this؟ هل تعتقد انا لو ذاكرت التكنيكس والاسئله المهمه المتوقعه اجيب السكور؟ Hello can you tell me
هل الايلتس فقط؟ اهلا يا شيماء، اهلا بكم يا جماعه. هل الايلتس بس ان انا اذاكر التكنيكس؟ لا، غير التكنيكس، ايه رايكم ان احنا محتاجين نزود اللغه؟ التكنيكس 50%، 50% من الايلتس لغه. لغه يعني ما فيش اخطاء جرامر، في تنوع في الجرامر. اه بالمناسبه، هو احنا عندنا كم نوع من انواع الجمل؟ Can someone answer me؟ للناس اللي شاطره جدا جدا، who can tell me ايه هي انواع الجمل اللي عندنا؟ عندنا جمل simple، compound، complex، complex compound. يا نهار ابيض، يعني انا في الامتحانات لازم انوع في الجمل وانوع في الازمنه؟ Yes، you need to provide a variety of tenses، variety of grammar. لازم انوع في الازمنه وتركيب الجمل، ولازم انوع في الفوكابلري، ولازم كمان اظبط البرونسيشن. هل تحبوا اثناء الكورس اديكم فيديوهات نطق نشتغل على النطق بتاعنا؟ What do you think guys؟ هل تحبوا اديكم فيديوهات عن اشهر الاخطاء بتاعتنا في النطق ونشتغل عليها؟ كلمات زي ايه؟ كلمات زي أطفال kids، kids I dessert، have three kids idea، حلويات event، police. والكلمات دي احطها في جمل: youth، truth، question، close، world، success، bus، pollution. انا عايز طول الكورس اديكم حاجات تظبط النطق بتاعنا وتظبط الفوكابلري وتظبط كمان الجرامر. لازم يبقى عندك حصيلة كلمات، ويكون الجرامر بتاعك صح، والجرامر بتاعك كمان متنوع. اه بالمناسبة يا جماعة، ايه اسوأ خطأ في الجرامر؟ Can someone answer me؟ والله بجد عايز اقول كده، ايه اكتر خطأ في الجرامر اللي بيدمر كل حاجة؟ Who can tell me guys؟ What is the worst grammar mistake؟ What is the worst grammar mistake؟ أنا عارف إن هو سؤال غريب شوية، ولكن إيه هو أكتر خطأ بيدمر الدنيا؟ أسوأ خطأ. The worst grammar mistake ever is the worst ever is punctuation mistakes. حد عارف يعني إيه punctuation ولا لأ؟ هل أنت مدرك إن أكتر خطأ بينقصكم في الرايتنج هو أخطاء البانكتويشن؟ بانكتويشن زي الكوما والفول ستوب. أيوه، إن حضراتكم، ثانك يو فيري ماتش يا مس ريم، عندنا مشكلة رهيبة جدا، وي هاف هيوج بروبلم وذ ذا يوز أوف كوما، سيمي كولون، فول ستوب. هل ينفع استخدم علامة تعجب في الكتابة الأكاديمية ولا لأ؟ نو أوف كورس نوت. للأسف أكتر خطأ بينقصكم بانكتويشن ميستيكس. بعديها الأزمنة. أو بالمناسبة يا جماعة، هل تحبوا نديكم محاضرتين عن اشهر اخطاء الفوكابلري والجرامر؟ What do you think guys؟ لو انت عايز محاضرتين فقط الجمعه والسبت الجايين فقط عن اشهر اخطاء اللغه، please raise your hand. ايه رايك يا جماعه؟ What do you think؟ ايه رايكم ان انا اعزمكم النهارده كل زمايلنا اللي موجودين معانا، خد سكرين شوت، خد سكرين شوت، يوم الجمعه الجايه الساعه 2 الظهر مع زميلتنا ميس اسماء ابراهيم، خطا عن اشهر اخطاء اللغه الجرامر مع ميس اسماء ابراهيم يوم الجمعة الجاية الساعة 2 الظهر، وتاني يوم مع الدكتورة عزة عبد الله زميلتنا الفاضلة عن الكتابة الأكاديمية ومشاكلها وأشهر الأخطاء. لو أنت فاضي الجمعة والسبت الجايين هنبعت لك نتيجة تحديد المستوى، ومعاها هدية كمان محاضرتين الجمعة والسبت الجايين. ونسيت أسألكم سؤال يا جماعة، هل في اختبارات تانية متعارف عليها برضو دوليا غير الآيلتس؟ أنا عايز أنهي المحاضرة بتاعتي ديت بحاجه غريبه جدا جدا. الكورس ان شاء الله هيبدا على طول، ولكن قبل ما اقول لكم عن الكورس هيبدا امتى ونبدا امتحان تحديد المستوى على طول دلوقتي، تعالوا اوريكم اختبارات تانية كمان متعارف عليها في الاختبارات الدوليه. رقم واحد اختبارات التوفل، وعندنا اختبارات فول برايت. فول برايت، لو انت ناوي تسافر امريكا ومحتاج تقدم على فول برايت، كلم الدكتوره نهى وخد زميلتنا واختي الفاضله الدكتوره نهى، بليز خد سكرين شوت من رقم تليفونها وكلمها وابدا معاها توفل لاختبارات الفول برايت. ولو انت حضرتك هل في اختبارات تانية كمان؟ ايوه، مع زميلتي واختي الفاضله الدكتوره فاطمه الزهراء من احد اعمده انجلفيجن اللي بتدي اختبارات بي تي اي اللي اصبحت معترف بيها في الهجره لكندا. انت مدرك يا جماعه في الوقت كورس اسمه بي تي اي كور مع الدكتوره فاطمه الزهراء،
وكمان زي الايلتس بيؤهل للسفر لكندا. هل في اختبارات تانية عن غير الايلتس؟ طبعا اختبارات زي البي تي اي، البي تي اي للسفر والدراسه، وكمان اختبار الديولينجو. اختبار الديولينجو ب $50 وبيتعمل من البيت وساعه واحده بس، فاسهل اختبار للمنح الدراسيه والدراسه. كل دي اختبارات بديله، ان كان التوفل، ان كان البي تي اي، ان كان بي تي اي كور، ان كان بي تي اي اكاديميك، او الديولينجو. وبسم الله الرحمن الرحيم، عايز انهي محاضرتي ان حضراتكم النهارده عندكم امتحان تحديد مستوى. اقصى موعد لحل تحديد المستوى الاثنين الساعه 10 مساء، وان شاء الله على يوم الخميس هنبعت لك امتحان النتيجه بتاعتك. يا ريت تاخدوا سكرين شوت من رقم تليفون المنسقه، خد سكرين شوت من رقم تليفون المنسقه. قبل ما نفتح دلوقتي باب الاسئله، بطلب منك تاخد سكرين شوت من رقم تليفون المنسقه، هتبعت لها واتساب، هتبعت لك امتحان تحديد المستوى، وبعد 3 ايام ان شاء الله على يوم الخميس الجاي هتبعت لك النتيجه، وتقول مستواك مبتدئ، قبل المتوسط، متوسط، ولا انت تبقى فوق المتوسط، ولا انت مع ايلتس معايا. مره تانية بشكركم على حضور المحاضره. الايلتس عباره عن حل كتير، بس حد يديك فيدباك، يظبط لك اللغه، ويعرفك التكنيكس، ويعلمك ازاي تذاكر بذكاء بخطه دراسيه. وهطلب منكم جميعا دلوقتي تاخدوا اختبار تحديد المستوى. المحاضرات بتاعتي في كورس الايلتس يوم الجمعه والاربع، الجمعه من 2 ل 5، والاربع من 8 ل 10. بفكر حضراتكم ان انا هبدا الجمعه اللي بعد القادمه، والجمعه الجايه ان شاء الله حاضر يا ابانوك. لو انتوا يا جماعه عندكم اعياد اخواتنا الاقباط، فاحنا بنسجل المحاضره ليهم، وبنرفع المحاضرات المسجله على الال ام اس. قبل ما اسيبكم دلوقتي، بطلب من زمايل المنسقين يبعتوا رابط تحديد المستوى. نورتوني وشرفتوني، وبفكر حضراتكم ان انت ان شاء الله الاختبار عباره عن 7 اسابيع، 6 اسابيع واسبوع مراجعه وحل. الكورس معانا ممكن تاخد تخفيض 20% لو انت واخد مجموعه مع الناس، والكورس في موقع بنرفع عليه المحاضرات. الكورس هيبدا 10 مايو وينتهي 26 جون. هنتقابل مرتين في الاسبوع، ما تنسوش ان احنا بنتقابل الجمعه الساعه 2 ل 5، والاربع من 8 ل 10 توقيت القاهره، التوقيت الصيفي الجديد. وامتحانات الايلتس 10 سبيكنج و10 رايتنج وفويس نوتس وسبيكنج لاب، يعني بنعمل لك تصحيح رايتنج وتصحيح سبيكنج، وبنبعت لك ماتيريال، وبنقابلك مرتين، وكل يوم عندنا اكتيفيتيز على الواتساب. لو مستواك مش كفايه هندخلك كورس مع الدكتوره عزه، او كورس مع دكتور اسمى. عشان كده مطلوب منكم تحضروا محاضرتين، تشوفوا الفرق ما بين الاثنين مدرسين، وتشوفوا برضو اخطائكم الموجوده عندنا هي ايه. بفكر حضراتكم ان احنا النهارده طالب منكم تحلوا تحديد المستوى، واقصى موعد لينا جميع الكورسات اونلاين. فلو الكهرباء قطعت ما تقلقش، لو انت الكهرباء قطعت فانا برفع المحاضره مسجله على الال ام اس. لو انت مخلص لسه الكورس مع الدكتوره عزه او الدكتوره اسماء، ادخل معايا على طول من غير تحديد مستوى. كل المحاضرات لايف ومسجله، يعني انت هنتقابل مع بعض مرتين في الاسبوع، وكمان المحاضره مسجله. ارجو من كل واحد بيتفرج دلوقتي على المحاضره ياخد رقم تليفون المنسقه سكرين شوت، ويبعت لها دلوقتي رساله على الواتساب، واحنا هنرجع لك على طول بامتحان تحديد المستوى. والسلام عليكم.